ladies and gentlemen, j'espère que راكم لاباس. بون كيما العاده ما كنتش لاباس، عندي ثلاث نصائح دائما نقدمها اللي هي كونوا البسباس، خطيكم كلام الناس وكثروا من التحواس. الي بون، لا فيديو تاع اليوم سبيسيال لسببين. السبب الاول ان هاد لا فيديو راهي موجهه لمسابقه بودكاست عربيه اللي ما غاديش يكون فيها غير انا، غادي يكون شحال من واحد شارك وفيها فائز في الاخير وراكم شايفين. والسبب الثاني ان السوجي تاع اليوم سبيسيال اللي هو لا سكيزوفرين، يعني انفصام الشخصيه. سكيزوفرين ولا انفصام الشخصيه معناتها شخص عايش بشحال من كاركتير. بار اكزومبل الصباح راه يتحط فرحان عايش غايه لاباس، ابري 5 مينوت يولي يبكي حزنان، ابري 5 مينوت يولي يهرس وهي رايحه تما يقعد شغل يتقلب، عنده شحال من شخصيه يتبدل فيها بالخوف. دونك جي توجور ايماجيني كوش عايش كيما هكا بشحال من بيرسوناليتي كي زعما تجي حيه. اي اليوم غادي نسيو نعيشو ديك ليماجيناسيون، ولهذا جبتكم زوج مواقف مختلفين اللي غادي نشوفو ردة الفعل تاعي فيهم كيش غادي تكون بديفيرون بيرسوناليتي. الموقف الاول غادي تجيو معايا وغادي نيماجينوه عن ان كوبل اون بلان، راكم شايفين التعبير عن المشاعر والشعريه والحياه. اختي مالكي؟ قال لي غير وحده غير ملي قلت لها كوبلو كاع ما تبريباري وكاع، قلت لي توتوكا توتوكا هذا ماشي مسلسل اطراف ولا رومانتيك ولا توتوكا اي فيديو. عادل راني بين نعترف لك بحاجه راهي في قلبي عمرك اشك فوانا تلاقو بريك ميت خطره سا سوفي غادي نقولها لك. قال لك هالم وا بيان سيغ قولي. عادل شوف سي فغي راني شويه حشمانه بصح نبغيك ياي، تعرفي شحال وانا قارع في هاد اللحظه باش نعبر لك على مشاعر تاعي المليئه بالحب والطمانينه والرومانسيه والهناء والصفاء. اللي بهلول عاد شوف سي فغي راني شويه حشمانه بصح نبغيك. هاي بعما سمعت قلت لي قلت لي نبغيك تنبغيني انا وكبل انا نموت عليك حكم لي فورير. هاي فوري عم تعمل ويدو انا قرا باش نقولها لك تبع حنا في زوج. او صافي بليزير اي والله يدومها المنور في عاد نشوف شي غير نشوف يا حشمانه بصح نبغيك. ويش قالت لي تما ماكش قادريني على باك بلي كاب خربتيني باك بلي فري كبرت فيا بزاف باك بلي لينا طلعوا لي وفري خربتي لي هنا على باك بلي كاب درك نضربك بزز فاين خروضك طيحك سير تاعك باش نبين لك بلي فري نموت عليك على باكي كاب نطلع في باطيما انا وياك نقيسك نقعد نطلع لك نقول لك نموت عليك على باك نموت عليك على باكي الحزين عاد نشوف سي فغي راني شويه حشمانه بصح نبغيك. عم قولي خربتي لي في قلبي لي صوتي بخربشتيهم لي عمي واخا شنو نقول لك هربوا لي كلام انا شبيك انا زعما نبغيك ولا فرق يا هكا جاي المهم تهلي في روحي صح كوبل معليش اسيدي تفوت راه شي دروك نشوفوها عند زوج صحاب كيش غادي يتعب. قلت لكم زوج لا شغل من صباح انا حنا نخدموا غير بزوج زوج صحاب زوج صوالح زوج بيزار زوج شغل غير الزوج غادي اكزيستي معليش. دونك غادي نشوفوها عند زوج صحاب كيش غادي تصرا. هاي هذا صاحبي راه غير الحمار عباك راه قاهر انا العمان انا كرهت صاحبي خصنا نديرو حاجه اللي فيها النوفو راك شايف اللي هما يديروا فيها تضحيه. الكالم يا البحر وصوت الامواج وصفاء السماء وتناغم الجو مع السحب يعني شعور لا يوصف بالتاكيد نروحوا ونستمتعوا ونسمعوا الاصوات الجميله اللي بهلول ما ندير فيها تضحيه ابغي قلت لي بحال تخيلت تخيلتك انت ديجا بالقشور ديك تخيلتك بالشورت ايماجيني عباك غادي تولي تبارك الزلاميت اي اخويا تدي جات كيك وبشرا تولي تبان كارثه على بالك ديال الروح ودعمه بصح عرفت كي تغطس دم تحلى في وسط الماء المنور في ويا بويا خيشة قال لي البحر عباك بلي انت كي تقول لي هكا بحر عباك بلي لي نار طلعوا لي دروك كفا بدروا ابا شنو نتخيل فريا ولا نتخيل على تخيل مروشي قاسمك على زوج على بالك بلي نص البحر شربها لك ابا اللي كان نضربك باراسون نقسمك على زوج بالفرحه صاحبي من نروحوا البحر ونضربوا عوما ما داير انا نموت عليك صاحبي على بالك الحزين ما ندير فيها تضحيه
وبحر ياكل اكو صاحبك تاع الصغر تقول له روحوا للبحر. والله ما عرفت كيما هاك الناس تقول اصحابها مش عارف روحوا الماريكان مسافروا فياجو اسطنبول مش فلوس تقول لي ولا البحر او بليز بالبوس كيما ديك خطرة ونججروا تحت البيطان العفيس تاع الشوابين شي بنية تدبرك طيحك وزيد الهودو ونفدي الباراسول اه ما تفكرنيش وناس تصطبي فينا من الوضع هكا استشفى هكا ياك شو باغي دير الحمان ها نروحو ايه وي وي سي با توجور فاسيل با وي يا الله تبقاو لي قولكم زوس ولا حاجه الاولى طاحت الوالدين اه وي اسيستو لي على طاحت الوالدين وهاد الحاجه تفرع على زوس ولا اخرين دونك يعني جبتو زوج منا هذه هنا ديروا جام وكومونتير وبارطاجوها مع صحابكم باسكو في هاد المسابقه تحقق الدعم تاعكم يعني كفاش تفاعلوا كومونت شو رايكم لعجبتكم وعجبتكم ديروا جام بيئه فاميلي ايه وي ما قلتلكمش اللي كان يتبعوني من قبل كنت مكري ان هاشتاغ سمو بي ان فاميلي يعني بي ان اللي هو جاي من بي ان تاعي اسمي وفاميلي يعني احنا جيش كيما نقولوا اللي بغى ينضم مرحبا به دونك يدعمني في هذه المسابقه وان شاء الله نربحوا كاع يعني بي ان فاميلي كاع غادي نربحوا نربح انا في المسابقه دونك غادي كان نربحوا في رعبوا ونديروا الهيلوله وكاع والحاجه الزوجه هذه نسحق الفوت تاعكم في هذه المسابقه دونك تبعوني في انستغرام وفيسبوك نقول لكم كيفاش تفوتوا عليا في لاباج تاع بودكاست عربيا ولي زيتاب اكسيتيرا اي ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ميرسي بوكو على المتابعه اي على فان جو سويت بون شونس كاع يشاركوا معايا اي بيس أبا كملي خربتيني فيك خربتيني فيك قلبي أخ حصلت